فالصراع بيننا وبين اليهود كما قلت ذلك مرارا ولا زلت أكرره وأؤكده وأوصله، الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. أرجو من شبابنا الطيب المبارك، من شبابنا المتدين المسلم الأبي، من شبابنا الحر، أن يعي هذه الحقيقة التي ذكرتها. الصراع بيننا وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. وألقيت محاضرتين بعنوان اليهود وعولمة المزاعم، وبينت أن اليهود متخصصون في عولمة المزاعم، فهم يزعمون الزعم ثم يجعلونه عالميا ثم يرددونه ويجيشون آلة الإعلام الضخمة لهذه المزاعم الكاذبة، وتتردد 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 حتى لا يسمع من يرددونها إلا صدى أصواتهم، فيصلون إلى مرحلة التصديق لهذه المزاعم التي علمت وصارت عالمية. عولمة المزاعم، يردد اليهود مزاعم كاذبة، ثم من كثرة الترداد والإلحاح تصبح هذه المزاعم الكاذبة عالمية وكأنها مسلمات، ولا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد أن يناقش حتى هذه المزاعم فضلا عن أن يرد عليها، وإلا فاتهام هؤلاء بالمحرقة النازية لليهود.